طب فاهم الكلمه ليك. رؤوف ماهر مرحبا بيك. عايشك. نحكيو على البومك الجديد. لا قبل ما نحكيو بربي على ما غنيتش مسلسل تو انت. انا عاوز جواب يعني عاوز جواب. والله ما ممكن ما جاتنيش الفرصه ما علاش لا. اول ما تجي الفرصه يعني معناها فكره حلوه. لا مش نتمنى اول ما تجي الفرصه علاش لا تكون غنيه حلوه. عنده مسلسل في تي في 5 وفرانس 2 ان شاء الله على قريب شي. اي بالضبط. لا هو قال كلمة حلوة أنا عجبتني، قال أنا نغني تونسي ونقعد ديما تونسي. حاجة حلوة برشا بالحق معناها. باش يفرح بيا باش يفرح بيا. بيان سور. ألبوم جديد أنونيم مازلت ما اخترتلوش العنوان نتاعو. لكن في ثلاثة أغنيات معناتها محترمين، الأسمر يعجبني، مغرورة، أم العيون السود، لنظم الغزالي دونك ريبريز مال أخرى. باهي باش نحكيو على الألبوم هذايا بعد ما نعملوا بوز والأخبار نرجعوا لك رؤوف ماهر. اقعدوا معنا هذه اقعدوا معنا ما تبدلوش. أم العيون السود باهي رؤوف. ما يجوز اللي أنا ما يجوز اللي أنا في بالك كانوا مولود في بركو جوستومون هو فنان تونسي مش عراقي. رؤوف ماهر محلانا مرحبا بيك. رؤوف ماهر اتقنها الغنايه بالحق، جوها ياسر حلوه صح. ركبت الموجه العراقيه رؤوف ماهر خاطر فما فايك نتاع غنايه عراقيه والعالم العربي والخليجي نحبوه. نحب نسمع يعني ديجا نسمع له برشا، نحب نغنيه. وي ويتي ما فما برشا يعني النبره نتاع الصوت تويتي الفايك العراقي التمبر نتاعو وقوالته هو راين يوسف. تعرفوا ما نعرفوا هكا تو. اي به وصلت الاشعاع والحكايه لفرنسا وكذا. ها وصل لا ياسر واضح. انطلقت من مهرجان الاغنيه التونسيه رؤوف ماهر جائزه الاداء، جائزه المهرجان 2006 2007. من بعديك ما لقيناكش بح مشيت. لا موجود وينك؟ بعد عندنا مهرجان اغنيه عربيه بعد مشيت لباريس عملت البوم مع الجروب جربا انترناسيونال. اي انا حرك على روحي نخدم على روحي. اما في تونس ممكن هم اللي يعرفوا مش ميدياتيزي معناتها ممكن المشكله هذيك. اي هذيك مشكله كبيره برشا في تونس. اي يعني يلزمك خويا تبات في اللافيني وتمشي كل يوم معناها فهمت كيفاش. هو اداره الاعمال والعبد شكون يتلهى بالفنانه وحاجه ولات ضروريه مهمه جدا. مش وحدنا نعملوا مش موجودين برشا اعمالك وعندك جوك ولكن صحيح. يعني شكون يتلهى بيك راهي حاجه ضروريه. خاطر ايش نقول لك حاجه مثلا المنشط سواء في التلفزه ولا في راديو كما يجيش حد وما يجيبش جوستومون كوميونيكاسيون مع اللي غاديو نقولوا هاي نشربوا قهوه ولا يعطينا الحق. المهم انا نتحرك. علاش انت في فرنسا رؤوف ماهر؟ علاش في فرنسا؟ والله انا مرتي عاد غادي ونعيش غادي توا مقيم غادي ولا تونسيه الحمد لله. تزادت لي بنيه توا عندها يعني بشويه 12 يوم هكا اسمها بيان سميتها. يعيشك الله صلي على النبي والحمد لله توا اموري واضحه في باريس الحمد لله. لكن نرجع لك بخيل شويه في الانتاجات نتاعك وبعيد على السوق التونسيه قاعد في فرنسا. شفت العوامل اللي بعد هذوما العوامل اللي يخليو انك ماكش معناتها ظاهر في الساحه في تونس بعيد. اما راني نعمل في دي سينجل معناها كل مره نهبط في العام نعمل اغنيه توا معناها هبطت بقوه معناها ديجا لازم الاحتياط لازم الانرجي فهم لازم تجي لتونس. صحيح هكا ولا السوق التونسي ولا تشوفي سوق اخرى معناتها. لا انا بالعكس نخدم على تونس وانا تونسي ولا نحب بالعكس ديما نحب في تونس وموجود في تونس. انا عندي جروب جربا انترناسيونال هذوما معناها ما شاء الله اسمها تعرف يعني جروب حلوه برشا جروب مزيان برشا. نعملوا فيها غنينا التراث نحبوا معناها كيما نجح الراي في اوروبا علاش ما ينجحش التونسي؟ نجتهدوا نحبوا نعرفوا بحاجه يعني البروجي نتاعهم هي الفولكلور التونسي وحاجه باهيه برشا. ما فماش آلات موسيقيه عربيه نتاعنا معناها يعني فما ميزه بين معناها عازفين توانسه هي ديجا هو الباند ديجا فيه برشا جنسيات فما من تركيا فما من بلجيكا من البرازيل من تونس. غني وجربي هاي يعزفوا جربي يعني برازيلي يعزف جربي عرفت حلوه. لا بالحق ديجا ما دلنا في الحكايه ذي كنا في جربا في الكونسير نتاع جربا تيغ دو بي دو توليرانس اللي هو ايفينمون اورغانيزي باغ لاسوسياسيون اوليس مستقطب برشا عباد اكزاكتومون وهي انيسياتيف مهمه برشا ونحييوهم انكور اون فوا خاطر مجهود كبير اللي عملوه وفي وقت حساس معناها لاخر دقيقه يظهر لي كان باش يتم يعني الغاء كانت سواري روعه سواري بلانير على البحر وتلقى 18000 مثلا سبيكتاتور. السياحه نتاعنا في تونس صحيح مهمه برشا كانت. انت قلت لي تحب تولي معناتها الغنايه الجربيه تمشي كيما الراي باغ اكزومبل برا. صعيبه شويه الحكايه سا كومبارابل شويه معناتها راهي مش صعيبه وراها اندستري كامله فولونتي دي ميزون دو ديسك وراها معناتها سوق كامله وراها ماكينه كبيره. ما احنا لازمنا نخدموا اكزاكتومون لازمنا نخدموا يعني ومن بعد نستنوا شنو هو تجي اول اوكازيون نتصور اللي لا هو ما تستناش كي تمشي خير لا يعني نستنوا نحكي لك تكون عندك بروجي حاضر معنا فهمتي مش خير ما عندكش حاجه حاضره تتكلم عليها خاطر نعرفوا في باريس ولا في فرنسا الغنيه موجهه للجيل التونسي والسلام عليكم هاكا يجيوك جماعه تونس جماعه الجزائر جماعه المغرب ياخذوك التعرض نتاعك اما مش موجه للفرنسيس ولا ليزروبيان غادي كيما الراي موجه للناس الكل ماهمش كان الجزائريه برك الراي والله تعرف نحن هذايا راهو بريجوجي انا نسميه خاطر تشوف فرانسيس ولا غيرهم يجيو لتونس ولا يحضروا ولا تسمعهم موزيكا تونسيه فما كل هكايا فما سونوريتي جديده فما حاجه جديده معناها راهو بالعكس يحبوا نحن علاش واحد يحكم على روحه من الاول يسكر على روحه في بلاصه ما يدخل بها الحكايه هذيك ويعمل انفستيسمون وهي الفكره هو الفكره معناها تنطلق من موروث شعبي نتاعنا وترجع انترناسيونال فكره حلوه برشا اما يلزمها خدمه كبيره الجزائريين كي خدموا خالد وغيره كي خدموا على الراي وفضال وغيرهم كي خدموا على الراي وعملوه عالميه وراه فما دواليب فما امور صحيحه انت تعرف باريس اللي شوبيس شكون لاهين بيه وتعرف الدول هذيا كل ويلزمك تعرف كيفاش تعمل ماده حلوه برشا اما فما ناس هما اللي رجعوها انترناسيونال هما اللي يوسعوا تو انت رؤوف معناتها محظوظ انت بحذا دي ميزون دو ديسك في فرنسا وفي باريس سورتو معناتها اتصلت بهم كلمتهم فما تعامل والله ما زلت ما عملتش اتصالاتي اما راني ما نكتبش عليك انا مركز على السوق التونسي والعربي معناها نحب الانتشار نتاعي يكون خاطر عندي جو اخر معناتها غادي فهمت كيفاش ما كي جات الفرصه علاش لا كابا فهم الكلمة ليك.